توفيت اليوم الأربعاء الكاتبة والصحفية التركية شولي يوكسل شينلر عن عمر يناهز 81 عاما. ونعى الأتراك الكاتبة الراحلة بعبارة الوداع عبر موقع تويتر، مستذكرين إسهاماتها الأدبية ودفاعها عن أفكارها إعلاء للقيم التي حملتها طيلة حياتها. كما نعاها العديد من الشخصيات السياسية في تركيا، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا عبر تغريدة على حسابه في تويتر: تلقيت أسفا نبأ وفاة الكاتبة شولي يوكسل شينلر التي كرست حياتها لوعي الشباب. المرشح السابق لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم كتب معزيا بوفاتها: شعرت بحزن شديد لوفاة الصحفية شولي يوكسل شينلر التي كرست حياتها للقيم المدافعة عنها. وكتب مستشار الرئيس التركي البروفيسور ياسين أكتاي مودعا الراحلة: كرست شولي يوكسل شينلر حياتها للدفاع عن الإسلام والجمهورية التركية المسلمة. يشار إلى أن الكاتبة والصحفية الراحلة شولي يوكسل شينلر تعد من أبرز المدافعات عن حق المرأة التركية في ارتداء الحجاب. ولدت في 29 من أيار مايو عام 1938 في مدينة قيصري، وبدأت حياتها المهنية كصحفية في عمر 21 عاما. أقيمت ضدها العديد من الدعاوى القضائية بسبب مقالاتها في صحيفة الاستقلال، كما تعرضت للاعتقال بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بسبب خطاب وجهته للرئيس التركي السابق جودت سوناي، وبقيت في السجن لمدة 8 أشهر. شكلت يوكسل نموذجا للمرأة التركية المحجبة، حيث لقبت بشولي المحجبة. لدى الراحلة العديد من الإسهامات الصحفية والأدبية، من أبرزها روايتها شارع السعادة التي تحولت إلى فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني.